بسم الله. هنبدأ مع بعضنا إن شاء الله. البروجكت محتاج إن احنا نركز مع بعض جدا، مش عايزين نخاف. أهم حاجة اللي أنت بتسمعه دلوقتي تبقى فاهمه. هتحس في بعض احنا انت شغال في النص، لان احنا قلنا حاجات كتير، يا نهار ابيض، ما يهمكش، ما تخافش. المهم ان الحاجه انت بتسمعها تبقى ايه، مستوعبها وفاهم، او على الاقل فاهم فكرتها. السنتكس محتاج تكتبه، محتاج تتدرب وتكتب، دي ما منتهى يعني، دي الاجابه بتاعتي دايما. السنتكس ما تخافش من السنتكس، مكتوب اصلا في كوس كده، اصلا في كوس كده، اتعلم واكتبها مره في الثانيه تلاقي دخلت على الكتابه. لكن اليمين تبقى فاهم اللي بيتكتب، هنا عشان نعمل كذا، هنا عشان نعمل كذا. كتبت بقى معاك وحسيت ان احنا عملنا حاجات كتير وحاجات دخلت في بعضها وملفات كتير، ما شيلها من دماغك، ما تخليش الهاجس ده يخوفك. وقت ما تراجع وتعمل بايديك هتلاقي الدنيا بدات ايه، احنا عملنا الملف ده عشان كذا، عملنا ملف، هتلاقي نفسك بدات تفتكر طالما انت كنت فاهم. فده اهم حاجه تبقى انت قاعد ومركز فيها. احنا ان شاء الله احنا اتفقنا ان احنا هنعمل ايه، كوميرس ابلكيشن، خلاص. وكل الناس هتختار برضو، كل واحد هيختار فكره برضو اي كوميرس ابلكيشن، يعني حاجه التجاره الالكترونيه، بيع كده وشراء منتجات، يعني منتجات وبيع وشراها، يعني ايا كانت ايه نوعيتها وبتاع وكلام زي كده، عشان نبقى قريبين من بعض في نفس الاطار يعني. خلاص هنهتم بيها، هنتكلم على يعني في الاساس ان البرودكت كاتالوج، ازاي اعرض المنتجات بتاعتي. تفاصيل بقى هنخش بها يعني، بس انا بقول كده معلومات اساسيه كده في اللي احنا هنتناوله يعني، او اللي احنا المفروض نركز عليه من ناحيه الخدمات يعني. هنتكلم على شوبينج كارت، ازاي نعمل سله مشتريات بحيث يقدر يشتري الحاجه بتاعته. هنعمل خدمه تشيك اوت، خدمه دفع، نعمل ادمنستريشن ان شاء الله. يعني ادمنستريشن هي بقى بيقدر يضيف منتجات ويعدل ويحذف ويعمل الحاجات، العمليات الاساسيه على الايه، على المنتجات اللي احنا بنسميها او المشهوره بكرودي يعني، اللي هي كرييت وريد وايه وابديت وديليت. خلاص طيب حلو قوي، يعني تقريبا دي غالب الحاجات اللي احنا هنركز عليها وازاي نقدر نعملها. طبعا هنركز طبعا على يونت تيستنج لكل العمليات اللي بنعملها، بحيث نمشي بشكل منطقي ومنظم ويعني وستراكشر يفضل ان احنا نمشي بيه يعني. اول حاجه احنا هنعمل، عشان تبقى الناس معايا، هنبني الابلكيشن على 3 بروجكتس. خلاص 3 بروجكتس يعني. الثلاثه بروجكتس دول كل واحد بيسلم التاني، وكل واحد له وظيفة. الاولاني منهم هو ويب يو اي، ركز بقى معايا في التقسيم عشان ما تتمتوش، تبقى عارف كل واحدة مقصود بيها ايه او هنوصل بيها لفين يعني. خلاص ويب يو اي، وفي عندنا الدومين ده الويب يو اي طبعا، اللي هو الويب سايت العادي، اللي هنحط فيه انترفيس والحاجات بتاعت الويب. الدومين اللي هيبقى شغالين فيه منسقين فيه الشغل بتاع الداتا اللي هتبقى موجوده في السايت والكلام ده كله. خلاص ليه؟ زي مثلا الكلاس بتاع البرودكت، الكلاس بتاع مش عارف اللي بتشوبين كارت، الحاجات اللي احنا يعني برضو ايه بصين عليها بصه. خلاص واخر واحد اللي هو اليونت تيستس، اخر واحد اللي هو مين، البروجكت بتاع اليونت تيستس. ودي 3 بروجكتس وان سوليوشن يعني، هو احنا بنقول ده هو ايه، خلاص هو كله بنسميه سوليوشن واحد، لكن احنا بنقسمه الى ثلاثة بروجيكتس بتاعت اللي كان الناس اللي كنت مديها الملف اللي فيه البروجيكت، ممكن لو عايزين يبصوا فيه ومعايا مش مشكلة. خلاص انا كنت مديه لكم يعني. طيب نبدأ نتوكل على الله. ماشي، من فايل نيو new project، تأكد انها سي شارب. ممكن نختار مثلا لو في عندنا نوت بلانك سولوشن، ولا مفيش بلانك سولوشن. واي مش مشكله،
نبدا خلاص. انا كنت بس عايز اعمل بلانك سوليوشن واحط جوه ال بقيه الحاجات. ممكن لو عندك اديشن غير اديشن ممكن تلاقي بلانك سوليوشن موجود، بس انا متاكد انه ماشي. فين مش مشكله خلاص. طيب خش على ويب ونعمل عادي اول اي اس بي دوت نت ويب ابلكيشن. قال هتسميه ايه؟ اول واحد احنا هنسميه، اول واحد هنشتغل عليه هيبقى زي ما قلنا اللي هو ايه الدومين. نعمل الدومين ونعمل الويب يو اي. ماشي نعمل الدومين الويب يو اي. معلش الويب يو اي طبعا عايز احطها هنا تحت، عايز احطها تحت الاسم البروجكت. سبورت ستور او ممكن اعمل حاجه تانية لو يعني ممكن ما نمشيش على نفس البتاع ده عشان يبقى معانا تنوع في الحاجه، يعني مش مشكله يعني. ممكن نخليها مثلا بوك ستور، مثلا بوك ستور دوت ويب يو اي. قلت له ده امتي وهيبقى على ام في سي. هنا طبعا بيقول لي عشان تبلش على مايكروسوفت اجر. لا طبعا عشان بس ايه ما يهمناش يعني. يبقى دوت اول واحد اللي هو الاي اس بي دوت نت ام في سي ابلكيشن. ده الام في سي ابلكيشن ذات نفسه، ولا نشيل فيه الفيوز والكنترولرز والحاجات دي كلها. ماشي. وهنا لو انتم شايفين طبعا هو هنا السولوشن اهو صح؟ فهو سولوشن سمى نفسه نفس اسم البروجكت. فانا همسح كلمه ايه بس كده. بقى هنا بوك ستور وهنا ايه ادي بوك ستور دوت ويب يو اي. ده اول بروجكت لسه فاضي. كليك يمين قلت له عايز اضيف كمان نيو بروجكت. خلاص نيو بروجكت. بس احنا هناخد المره دي بروجكت ده اللي هنعمل فيه الشغل الاساسي اللي هو كلاس لايبرري. يعني هنسميه برضو هو على بوك ستور بس دوت احنا اتفقنا احنا هنسميه ايه الدومين. واخترنا نوعه. نعم مش مشكلة. انا مش وقفت كليك يمين على السولوشن ذات نفسه قلت اد، يبقى المفروض هو هيضيف على نفس السولوشن. خلاص ندوس كده اوكي. خش هو اهم حاجه السوليوشن اكسبلور بتاعك يبقى متظبط السوليوشن وتحتيه كل الفكره كده. هو شايفه عادي مش مشكله. خلاص ادي بوك ستور دوت دومين وادي بوك ستور دوت ايه ويب يو اي. فاضلنا اخر واحد اللي هو ايه اللي هو اليونت تيست. فهنيجي نقعد برده على السوليوشن واقول له اد ايه نيو بروجكت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحت على تيست اخترت يونت تيست ايه يونت تيست بروجكت بوك ستور دوت ايه. يونت تيست كلام جميل. احنا عندنا طبعا يونت تيست ده هنستغله. طبعا احنا عارفين بنستغله في ايه يعني. احنا بس الملف كده الملفات كده قدامنا اهو. في عندنا اول واحده الدومين، في عندنا كلاس 1
مش محتاجين الملف ده كده دليته هي كده. ما يعني ما نفضلش ان يبقى الملفات بقى كلاس 1 وكلاس 2 والكلام ده كله، ما ينفعناش يعني. تمام ماشي. لاحظوا ايه؟ ان الدومين وادي الوين تيست وادي الايه البوك ستور ويب يو اي، هتلاقي الويب يو اي واخده بولد كده شويه صح عنهم كلهم. الفكره كلها ان انت لو عملت كليك يمين كده بتيجي عليه وتقول له سيت از ستارت اب بروجكت، وهو لما تيجي تعمل رن بيبقى فاهم ان هو ده اللي بيقوم الباقي خلاص. فهو عشان اتعمل اول واحد فهو خد الحته دي لوحده، فعشان كده كان معمول يعني بالايه بالشكل دوت، يبقى جاهز على طول اوتوماتيك ان هو لما تيجي تعمل رن يبقى فاهم ان هو اللي بيقوم وهو اللي بيقوم بقيه الايه بقيه الشغل الثاني يعني. خلاص دي فكره ايه اول واحده اللي هي بتاعت ازاي اعمل ستارت اب بروجكت. ودايما لما اكون عامل حتى لو انت ممكن ان انت وبتبدا باي واحد دايما تحدد ان الويب يو اي هو اللي يكون ايه الستارت اب بروجكت بتاعتك، عشان تيجي تعمل ستارت ديباجنج او من حتى ويزاوت ديباجنج بيبقى دايما الحاجه بتاعتك ايه بتقوم من هنا. طيب حاجه تانية عايزين نخش في البروبرتيز بتاعت ال في بتاعت البروجكت ده. كليك يمين كده قلت بروبرتيز، طبعا هتلاقي هنا في شويه معلومات مهمه يعني وبالاخص في الويب اللي هي تهمنا احنا يعني، ان انا ممكن اجي نقطه اقول له سبيسيفيك بيج وابدا فيما بعد يعني ان انا احدد البيج اللي بيقوم منها البروجكت يعني. دلوقتي كده اول حاجه بناخد فكره ازاي انا بحدد البروجكت هو الاساسي او هو اللي هيبدا، وتاني حاجه ازاي احدد صفحه جوه البروجكت تكون هي دايما هي الصفحه اللي بتبدا خلاص، بالذات لما يكون بقى انت بدات الكام. طبعا بما اننا لسه ما عملناش يعني صفحات لسه ولا اي حاجه خالص فما فيش حاجه تعرف تكتبها، بس انا بقول يعني بما اننا عرفنا دي نعرف دي. نفس الوقت نعم وقفنا على البروجكت ليك يمين كده وبروبرتيز يعني خلاص، وبعد كده اخترنا من ويب و وادي سبيسيفيك ايه سبيسيفيك بيج. طبعا انت ليك حق انك ممكن طبعا ده ادي المفروض لوكال هوست مش عارف ايه والبورت وكلام زي كده، انت ممكن تقدر تظبط ده، احنا مش هنغير الكلام ده خالص، سيب زي ما هو وخليها كرنت بيج دلوقتي لغايه لما نبدا نعمل الايه البيجز بتاعتنا ماشي، لغايه ما نقدر نعمل البيجز بتاعتنا اللي احنا عايزينها. طيب في شويه لايبرز احنا كده كنا عرفناها وتعلمنا عليها ومحتاجينها وخلاص هنستخدمها كده، فبدل ما نقعد بقى وقت ما نحتاجها لا بالمره كده على في الاول نرصهم ونايه ونضيفهم يعني. هنيجي كده من قائمه تولز ان يو جيت وافتح الباكج مانجر كونسول واقوم مستدعي بقى كل الايه كل المكتبات اللي انا كده هحتاجها. ممكن نكتبه هنا عشان بس يبقى الخط كويس. هنبدا نعمل ايه نستول الايه الباكج، اول باكج هننزلها نينجكت وحدد الفيرجن بتاعها والفيرجن 3 بوينت كام 0.1.10 ماشي، والبروجكت اللي انا هبقى محتاجها فيه البروجكت اللي انا هبقى محتاجها ايه فيه قلت له بوك ستور البروجكت ويب يو اي. بنفس الطريقه الخط دوت مش مظبوط بس بيضايقني والله، انا مش عارف اقول لكم ايه، حاولت بس ما قدرتش. هتبصوا قبل الفرق بقى الخط يبقى اتقل وبيوضح وبياخد مساحه اصغر ماشي، ده الاولاني. بعد كده هننزل تاني حاجه نينجكت، بس هناخد منها دوت ويب دوت كوم من الثلاثه اللي احنا كنا نزلناهم قبل كده كذا مره يعني، والفيرجن 7 وهنزله برضو على الويب يو اي.
الفيرجن اللي بعد الباكج اللي بعدها ninjack.mvc3 وعايزين ايه فيرجن 6 والبروجكت نيم نفس البروجكت. دول الثلاثه النينجكت هننزلهم جوه مين؟ جوه الويب. وهننزل نفس الثلاثه اللي احنا محتاجينهم برضو بس هننزلهم جوه اليونت تيست عشان احنا محتاجينهم جوه اليونت تيست. كنت محتاجهم جوه يونت. ما كنا مسمينه يونت تيست ولا يونت تيستس؟ تيستس تقريبا. طبعا لو اسم البروجكت غلط ولا اسم فيرجن ما انت وظروفك بقى. لا هنقعد جنبه بقى كتير. ندور. طيب. بعد كده هننزل بقى الموك. والموك مش محتاجينه غير فين؟ لا محتاجينه في الويب يو اي وفي التست. ما كده كده لازم يكون في الويب يو اي صح؟ الموك سي كي. لا بنجيبه الباكج بتنزل موك ام او كيو لكن الكلاس اللي كنا بنستخدمه كان اسمه موك ام او سي كي. انت بقى ظروفك ماشي. 4.1.13 مش عارف 09 حاجه كده رقم يعني بالله ربنا كده 16 17 نفس رقم الايرور الشهير ولا ايه؟ طيب ده هنحطه جوه مين؟ جوه الويب يو اي. وهو هو بس هحطه جوه مين؟ اليونت تيستس. دايما نحط الحاجه دي اللي هنحطها جوه لوب يو اي هنحطها في اليونت تيست لان عايزين ان احنا ايه نشتغل عليها. فاضل لي بس الدومين. الدومين مشكلته حاجه واحده احنا نزلنا بس النينجكت والموك بس. الدومين هيبقى محتاج حاجات ام في سي عشان هيبعت ويستقبل وكده فمحتاجين ننزل حاجات الباكج بتاعت الام في سي جواه والا مش هيشوف هيفتكر نفسه ان هو ملوش دعوه بالويب خالص. وكذلك الايه اليونت تيست برضه. اليونت تيست برضه ما بيبقاش عامل حسابه ان هو هيشتغل ويب هو بس جاست بس بيتست ايه؟ بيتست فانكشنز عاديه بس. فعشان تدي له اي روح من الحق احنا كده كده قدامنا نحتاج ان احنا نبعت له حاجات بالويب او نستقبل فبننزل له الباكج بتاعت الايه؟ الام في سي ذات نفسها. فهاجي كده ومنزل الباكج بتاعت مايكروسوفت دوت اي اس بي نت دوت ام في سي ده الباكج اللي احنا عايزينها. والفيرجن اللي احنا شغالين عليه فيرجن كام؟ 5. نعم؟ يعني مين فيهم؟ بالنسبه للاي اس بي الام في سي طبعا المفروض انت عارف من اول ان احنا شغالين ام في سي 5. اما بالنسبه للموك والنينجكت ده بيبقى على حسب الفيرجنات اللي انت ممكن تخش على نينجكت وتبحث على الانترنت وبتشوف اخر فيرجنات هي ايه. لكن بالنسبه للابلايد اكزامبلز هنا يعني الامثله المطبقه مطبقه على الفيرجن ده ممكن تيجي تقول لي طب انا هستخدمها على الفيرجن الجديد او مش هحدد زي ما قلنا ممكن تشيل الحته دي كده زي ما هي كده تقول انا هشيل دي يبقى انت كده معناها ايه؟ هتنزل اللاست فيرجن هتنزل اخر فيرجن موجود منها على الانترنت خلاص. بس في الحاله دي الاكزامبلز اللي احنا عاملينها قبل ما تتشرح ممكن تحصل فيها مشاكل او ما اعرفش او ممكن تمشي سليمه على حسب فهمتني؟ فاحنا فبسهوله جدا يعني تخش على تشوف اخر فيرجن من الموك او من النينجكت على الانترنت بسهوله يعني وتعرف الفيرجنات بتاعتها يعني خلاص. نفس القصه بنفس الفيرجن هننزلها على مين؟ يونت تيستس. احنا ممكن بس ايه نضرب دول بيست كده اهو. هو يعني سطب كله لغايه اخر امر اهو بتاع مايكروسوفت اي اس بي دوت نت فيرجن 5 على اليونت تيست. اضرب عينيك بس قبل ما يعني يكون في ايرور لا قدر الله يكون في امر منهم ما اتظبطش
يعني ما تجريش قوي يعني، يعني لاحظ ان كل حاجه لازم تكون تاكد ان كل حاجه ايه اتسطبت سليمه عشان تقدر تتاكد انك انت ما مش هيحصل معاك مشاكل اثناء الايه وانت بتبرمج يعني.